بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا، ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام فيه بيان مراتب الدين، لأن الدين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. كل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام، ففي هذا الحديث أن هذا الرجل، لأن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ولا يأتي بصورته الملكية، والملائكة أعطاهم الله القدرة على التشكل بأشكال تناسب كل حالة، فيأتيهم بصورة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إليه في صورته الملكية، فيأتيهم بصورة رجل. في هذه المرة جاءهم بصورة أعرابي يسأل عن دينه، وهو يسأل ليعلم الصحابة، يسأل وهو عالم لكن ليعلم الصحابة وهم يسمعون، وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن هذا أبلغ وأثبت في الذهن. جاءهم رجل وهم جالسون عند النبي صلى الله عليه وسلم،
شديد بياض الثياب، لأن البياض مطلوب، والرجل الأفضل له أن يلبس البياض. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس البياض وتكفين الموتى به. لكن يجوز للإنسان أن يلبس غير البياض من الألوان اللائقة بالرجال، إلا الأحمر الخالص. الأحمر الخالص لا يجوز لبسه للرجل، خاص بالمرأة. أما الأحمر غير الخالص الذي فيه بياض أو لون غير الحمرة فلا بأس بلبسه. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هي جمال، يعني شدة بياض، شدة سواد الشعر هذا من الجمال. لا يرى عليه أثر السفر، كأنه من أهل المدينة ولا يعرفه أحد من الجالسين. هذا من العجيب أنه لم يأتي من سفر ولا يعرفه الحاضرون، فهذا من العجيب في شأن هذا الرجل الذي دخل عليه، لأنه لو كان من أهل المدينة لعرفوه، ولو جاء من سفر لظهرت عليه علامات السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قرب منه، ووضع يديه على فخذيه، على فخذيه هو أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه آداب طالب العلم بين يدي معلمه. فقال يا رسول الله، أو قال يا محمد، قال يا محمد بخطاب الأعراب، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي اشرح لي الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، هذه الأمور هي أركان الإسلام، وليس الإسلام محصورا فيها، بل هي أركانه وأساساته. وإلا فالإسلام كل الطاعات والعبادات كلها من الإسلام، ولكن هذه مبانيه، كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فهذه الأساسات والأركان التي بني عليها الإسلام. قال صدقت، فعجبنا له. هذا عجب آخر في شأن هذا الرجل، يسأله ويصدقه، فكأنه عالم. إذا قال صدقت فمعناه أنه عالم، فكيف يسأل وهو عالم؟ نعم، يسأل ليعلم الحاضرين، لا يسأل ليتعلم، وإنما يسأل ليعلم، يعلم الحاضرين. قال فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. الإيمان أرفع من الإسلام، أرفع من الإسلام، ولكن لا بد من الإيمان مع الإسلام، لا يصح إسلام بدون إيمان ولو قليلا.
الإسلام الذي ليس معه إيمان هذا إسلام المنافقين في الظاهر، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من الإيمان بالقلب ولو قليلا. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر، هذا محل الشاهد من الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر أن الإيمان ستة أركان، مباني وأركان، وإلا فالإيمان أوسع من هذا. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الأركان هذه مبانيه، مباني الإيمان. إن تؤمن بالله، والإيمان بالله يعني الإيمان بربوبيته، يعني التصديق بربوبيته وتيقن ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان يشمل هذه الأمور، الإيمان بأنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه المتصف، أنه المسمى بالأسماء الحسنى والمتصف بالصفات الكاملة، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. وملائكته جمع ملك، والملك معناه الرسول، الملك معناه الرسول، لأن الملائكة رسل، جاعل الملائكة رسلا، فهم رسل من رسل الله عز وجل. قد خلقهم الله من النور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق بني آدم مما ذكره الله من طين، خلقهم من طين ثم من نطفة، فالملائكة عباد من عباد الله ورسل من رسل الله، خلقهم الله لعبادته، وخلقهم رسلا ينفذون أوامره في هذا الكون، كل له عمل. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، من جحد وجود الملائكة فهو كافر، وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكن نؤمن بهم كما أخبرنا الله ورسوله بذلك، وهم موجودون، وليس من لازم الموجود أنك تراه، يوجد أشياء ما تراها، يوجد أشياء في هذا الكون وأنت لا تراها، فليس إذا لم ترى الشيء أنه غير موجود، إنما ترى شيئا ويخفى عليك أشياء كثيرة. تؤمن بالملائكة، تؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية الخلق، تؤمن بها جميعا، من جحد كتابا منها فهو كافر، كافر بالجميع، ما سمى الله منها وما لم يسم. وتؤمن بالرسل من البشر، الرسل من البشر الذين، والرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، واليوم الآخر
تؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه يجازي العباد بأعمالهم. فالمؤمنون يجازيهم بالجنة، والكافرون يجازيهم النار. ويوم القيامة شامل لكل ما بعد الموت، كل ما بعد الموت فإنه يدخل في يوم القيامة من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث والنشور من الحساب والجزاء والموازين، موازين الأعمال لا غير ذلك من أمور يوم القيامة نؤمن به على التفصيل كما جاءت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. فمن أنكر البعث فهو كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. من أنكر البعث فهو كافر. واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول، واليوم الآخر هو يوم القيامة. وتؤمن بالقدر، هذا محل الشاهد من الحديث، تؤمن بالقدر الذي قدره الله عز وجل، علمه ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه ثم أوجده. تؤمن بالقدر بدرجات الإيمان بالقدر التي بيناها لكم في الدرس الماضي، وهو ما قدره الله، وذلك أن الله علم مقادير الخلق ثم أمر القلم فكتبها، أمر القلم، خلق الله القلم وأمره أن يكتب المقادير في اللوح المحفوظ، الكتابة العامة التي لا يخرج عنها شيء، وكل ما يجري وكل ما يحصل وكل ما يكون فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومقدر من الله سبحانه. ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر بركن من أركان الإيمان. وسيأتي في الأحاديث الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، كله الخير من الله والشر من الله جل وعلا، هو الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق الشر لحكمة، خلق الخير لحكمة، وهو بالنسبة له ليس شرا لأنه لحكمة عظيمة، لكن بالنسبة للمخلوقين يكون شرا. تؤمن بالقدر خيره وشره، فمن آمن بالخير فقط لم يؤمن بالقدر، ومن آمن بالشر فقط لم يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالخير والشر كله من الله. أما المجوس والقدرية فهم يقولون الشر له رب وخالق والخير له رب آخر وخالق، وهذا كفر. هؤلاء الثانوية يجعلون خالقين، والقدرية الذين ينكرون القدر شر من المجوس، يجعلون خالقين متعددين، كل يخلق فعل نفسه عنده وليس لله فيه تقدير. تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، فأخبرني عن الإحسان. الإحسان يراد به الإتقان، إتقان الشيء سمى إحسانا، إتقان الشيء وإتمامه سمى إحسانا، أحسنه يعني أتقنه.
والذي لا يحسن الشيء لا يتقنه. فالإحسان هو الإتقان والإكمال، وهو يكون بين الله وبين خلقه، وذلك بأن تعبده وحده لا شريك له، ويكون بين الإنسان وبين الناس، لأن يعني تحسن إلى الناس أو تحسن إلى كل المخلوقات. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، تحسن إلى الآدميين، تحسن إلى البهائم، تحسن إلى كل من يحتاج إلى إحسانك لأن تتفضل عليه وتساعده، هذا إحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا إلى الناس وقولوا للناس حسنا. والإحسان بمعنى إتقان الشيء، إتقان الصنعة، إتقان الصنعة التي تصنعها والعمل الذي تؤديه تتقنه، هذا إحسان للشيء. قال أخبرني عن الإحسان، والمراد بذلك النوع الأول، الإحسان بين العبد وبين ربه. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه على وجه اليقين، كأنك ترى الله بعينيك من شدة اليقين، وإلا فالله لا يرى في الدنيا، إنما يراه المؤمنون في الآخرة، ما في الدنيا فلا أحد يرى الله. لكن كيف ترى؟ يقول كأنك تراه، كأنك تراه من قوة اليقين بالله عز وجل، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني لم تصل إلى هذه المنزلة وهي قوة اليقين، فلتعلم أنه يراك سبحانه وتعالى، يراك، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، فهو يرانا لا نخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فتؤمن أن الله يراك فتحسن العمل، كيف تسيء العمل وهو يراك؟ كيف تعصي ربك وهو يراك سبحانه وتعالى؟ كيف تخالفه وهو يراك وينظر إليك؟ استشعر هذا، استشعر أن الله يراك أينما كنت. فإذا شعرت بهذا الشعور لم تعص الله سبحانه وتعالى، وإذا عصيته بادرت بالتوبة والاستغفار، لأنك تعلم أنه يراك. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، أي وقت قيام الساعة، أخبرني عن الساعة أي عن وقت قيامها، متى؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، استأثر الله بعلمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجواب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت فيها سوى لا نعلمها، لأن الله أخفاها عن الخلق. إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال: ما المسؤول عنها وهو الرسول بأعلم من السائل وهو جبريل؟ فجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام لا يعلمان متى قيام الساعة، وغيرهم من باب أولى. وليس لنا مصلحة من معرفة وقت قيام الساعة، إنما مصلحتنا في العمل لها والاستعداد لها. لو كان لنا مصلحة في بيان وقت قيامها لبينه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لنا مصلحة، قد يكون مضرة أيضا. فعلينا العمل ولا نسأل متى تقوم الساعة، إنما هذا سؤال المشركين،
هم الذين يسألون متى تقوم الساعة من باب التحدي للرسول صلى الله عليه وسلم، من باب التعنت يسألون عن وقت قيام الساعة، أما أهل الإيمان فلا يسألون عن ذلك لعلمهم أنه لا يمكن معرفته، ولا أحد يعلمه من الخلق، لا الملائكة ولا الرسل ولا العلماء، لا أحد يعرف متى قيام الساعة. شيء استأثر الله بعلمه لا يمكن أن أحدا يعلمه. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أدري. وهكذا يجب على من سئل وهو لا يعلم الجواب أن يقول لا أدري، ولا يتكلف الجواب أو يتخرص، بل يقول لا أدري. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أدري. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، يعني العلامات. العلامات نعم نعلمها، بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّنها الله وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فعلامات قيام الساعة ما نعرفها، وهي الأمور التي إذا حصلت دلت على قرب قيام الساعة، منها ما انتهى وحصل، ومنها ما هو مستقبل لم يحصل إلى الآن، وهي علامات كبار وعلامات دونها. علامات كبار كظهور الدجال ونزول المسيح، ظهور المهدي، والدابة التي تخرج وتكلم الناس، وطلوع الشمس من مغربها، هذه علامات كبار. هناك علامات صغار متوسطة، منها ما حصل ومنها ما سيحصل، وهي تدل على قرب قيام الساعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين في هذا الحديث. العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة، ربتها يعني مالكتها وسيدتها. كيف تكون الأم مملوكة للبنت؟ هذا من علامات الساعة. كيف تكون الأم مملوكة للبنت؟ نعم، يكون عند الإنسان جارية مملوكة فيطأها بملك اليمين فتلد، البنت حرة والأم مملوكة، فتكون البنت مالكة للأم لأنها حرة والبنت والأم مملوكة. قالوا هذا كناية أنه في آخر الزمان يكثر التسري، في آخر الزمان يكثر التسري بالجواري والإماء والمملوكات حتى يلدن بنات من ساداتهن حرات. فهذا من علامات الساعة أنه يكثر التسري في آخر الزمان بملك اليمين. وقيل معنى أن تلد الأمة ربتها هذا كناية عن العقوق، أنه يكثر العقوق فتصبح البنت كأنها سيدة لأمها، تتكبر عليها وتعقها وتمتهنها وتأمرها تستخدمها، وليس لها ذلك، الواجب البر الإحسان. فمن علامات الساعة أنه يكثر العقوق في آخر الزمان، هذه علامة. العلامة الثانية
تجد الحفاة العراة العالة، الحفاة الذين لا يلبسون النعال من الفقر، العراة الذين لا يجدون ما يلبسون من الفقر، أو يكون عليهم ثياب رثة أو ثياب قليلة من الفقر، رعاء الشاء جمع راعي. هذه صفات الأعراب، صفات الأعراب في البادية، أنهم حفاة عراة يرعون المواشي، هذه مهنتهم، يتحضرون في آخر الزمان، البدو يتحضرون في آخر الزمان، يسكنون المدن ويتركون البادية، هذا من علامات الساعة، تحضر البادية وانشغالهم بالمدنية، هذا من علامات الساعة، أن تجد الحفاة العراة العالة، الفقراء يعني، العالة جمع عائل وهو الفقير، يستغنون في آخر الزمان، يكون لهم ثروات وأموال وأرصدة بدل أن كانوا عالة، هذا من علامات الساعة، يتطاولون في البنيان، كانوا يسكنون بيوت الشعر في البر وينتقلون من مكان إلى مكان، لكنهم في آخر الزمان يستوطنون في المدن ويبنون الأبنية الشاهقة، الأدوار العالية، هذا من علامات الساعة، إذا حصل فإن الساعة قريب. الشاهد من هذا الحديث العظيم قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن عثمان بن غياث قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: حميد ولا حميد؟ وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه. زاد قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله، فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى، أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل: أو بعض القوم، ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. نعم، هذا كالحديث الذي قبله، لأن هذين الرجلين جاء من العراق لما حدث القول بإنكار القدر، سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: أخبره أنني بريء منه، أنني بريء منه، وأقسم أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما نفعه إلا أن يؤمن بالقدر، دل على أن إنكار القدر كفر، لأن الذي لا تقبل منه الفدية هو الكافر يوم القيامة، دل على أن إنكار القدر كفر. لكن فيه زيادة في آخره، وهو استشكال العمل، إذا كانت الأمور مقدرة وأن أهل النار معروفون وأهل الجنة معروفون، فلماذا يكون العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا، أنت ليس عليك السؤال عن القضاء والقدر، أنت عليك العمل، أما القضاء والقدر فهذا من شأن الله جل وعلا لا تدخل فيه، لكن عليك العمل لنفسك، وأنت تقدر على العمل وتتمكن من العمل فعليك بالعمل، وكل ميسر لما خلق له.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا فيه دليل على أن المطلوب من الإنسان العمل، وليس المطلوب منه أن يعرف القضاء والقدر ولماذا ولماذا، ولا يسأل عن هذا، يسأل عن العمل، ماذا أعمل، كيف أعمل، يتعلم أمور دينه وعبادته، هذا هو الواجب على المسلم. أما الاشتغال بالقضاء والقدر هذا ليس من شأن الناس، إنما هو من شأن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. يزيد وينقص، يعني الرواية تزيد وتنقص ألفاظاً كما سبق. نعم. وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود: علقمة مرجئ. علقمة بن مرثد هذا من المرجئة، يعني هذا طعن في الراوي، والمرجئة هم الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، فيكون الإيمان بدون عمل عندهم، عندهم يصح الإيمان بدون عمل. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان، تعريف الصحيح. أما الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، أو هو النطق باللسان، أو هو النطق مع التصديق، كل هذا مذاهب المرجئة، والجميع يؤخرون العمل، يعني يرجئونه، يؤخرونه عن مسمى الإيمان، فلذلك سموا بالمرجئة، فهذا الراوي فيه شيء من ذلك. نعم. لكن الحديث سبق ما يؤيده، حديث جبريل أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تحج البيت، وفي هذا وتغتسل من الجنابة، طهارة، طهارة للصلاة، أنها من الإيمان، طهارة للصلاة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة من النجاسة، هذه من الإيمان. نعم، وهي من الإيمان لأنها عمل، والعمل من الإيمان كما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب، يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكاناً من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه، لا يتميز عنهم، لا يتميز عنهم بشيء، واحد منهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فكان الغريب إذا جاء
الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يميزه، فيسأل أين محمد أو أين الرسول، فيشيرون إليه صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه. ثم إنهم رأوا وأشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا له مجلساً متميزاً حيث يعرفه الناس إذا جاءوا، فبنوا له دكاناً، أي مرتبة من المصطبة أو مرتبة من الطين ليجلس عليها حتى يعرفه الغريب. فقبل صلى الله عليه وسلم ذلك، قبل ذلك وبنوا له، جلس عليه وصاروا يجلسون على جنبات هذا الدكان. جاء رجل سلم من السماط، يعني من الصف، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام. الحاصل أن هذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفيه أنه لا بأس أن العالم يجعل له كرسي، أن العالم والمدرس أو المعلم يجعل له كرسي يجلس عليه، لأن هذا أبلغ في التعليم وأيضاً أبين للمعلم بحيث يعرفه من يريد السؤال. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال: ابن قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن فيروز الديلمي وقع في نفسه شيء إشكال، يعني شيء يعني إشكال من القدر، فطلب من طلب من أبي بن كعب الصحابي الجليل أن يزيل عنه هذا الإشكال. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لو أن الله عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. معناه أن عمل الإنسان لا يوجب على الله شيء، لأن عمل الإنسان قليل ونعم الله كثيرة، فلو أن الله حاسبك على نعمه فعملك لا يكفي لأدنى نعمة منها، ولكن العمل سبب لرحمة الله، وإلا فهو ليس ثمنا للجنة، العمل ليس ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة، ودخولها برحمة الله عز وجل وتفضله. فلا يغتر الإنسان بعمله مهما كان،
فإنه وإن صح عمله وقبل لا يعادل نعم الله عليه، فلو حاسبه الله لخرج مطلوبا، لأن عمله قليل ونعم الله عليه كثيرة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدل هذا على أن العمل ليس موجبا لدخول الجنة، وإنما هو سبب لدخولها، ودخولها إنما يكون برحمة الله وفضله وإحسانه، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن أعمالهم قليلة، ولكن رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. ثم أجابه عن سؤاله وقال: إنك إذا لم تؤمن بالقضاء والقدر فإن الله يعذبك بالنار. فدل على أن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر يكون من أهل النار، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. ثم سأل عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم سأل حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، مثل ما قال أبي بن كعب، ثم سأل زيد بن ثابت فقال مثل ما قال أبي بن كعب. اتفقت كلمة الأربعة من هؤلاء الصحابة الأجلة على أنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من لا يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. نعم. وهذا ابن عبادة بن الصامت يسأل أباه وهو على فراش المرض، يسأله عن القضاء والقدر، يسأله عن القضاء والقدر، فأجابه رضي الله عنه بأنه لن يجد طعم الإيمان. الإيمان له طعم حلاوة لا يجدها ولذة في القلب واستقرار في النفس، لا يستقر الإنسان وتطمئن نفسه ويزول عنه الشكوك والأوهام حتى يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن ما أصابه. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما حصل عليك من خير أو شر فإنه مقدر، تؤمن بذلك حتى يرتاح ضميرك، تطمئن نفسك، وأنه لا فرار لك من هذا الشيء مهما عملت
مهما عملت، فما دام أنه مقضى وقدر فلا بد أن يقع، فترضى وتسلم، وبذلك تطمئن نفسك ولا يحصل عندك جزع ولا تسخط، تعلم أنه لا حيلة لك ولا منجاة لك مما حصل. فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي يجب على المسلم إذا أصابه شيء، أنه يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع ولا يسخط ولا يقول لما وكيف، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هكذا أجاب لهذا الجواب الحاسم. ثم روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فدل على أن القضاء والقدر كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا بد أن يقع. فلا بد أن تؤمن بأن الله قدر هذا الشيء، وأن الله كتبه، وأن الله خلقه وأوجده، فلا تكلف نفسك بالسخط والجزع، ولكن ترضى بقضاء الله وقدره وتسلم له، فبذلك تجد طعم الإيمان، تجد الراحة، تجد الطمأنينة. فدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر يجلب للإنسان الطمأنينة ولذة الإيمان في قلبه، وأن عدم الإيمان بالقضاء والقدر يسبب له القلق ويسبب له الاضطراب ويسبب له الجزع والسخط، فلا يعيش عيشة هنية. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. إيش بقي؟ نعم. إيش بقي؟ أسئلة. إيش بقي في الباب؟ بقي حديث كثير. ها؟ عدة حديث. طيب. أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر والمثوبة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم فيه. ما صحة هذه العبارة؟ أهل السنة يختلفون ولا يتفرقون، فإذا تفرقوا لم يكونوا من أهل السنة، وجزاكم الله خيرا. نعم، المقالة صحيحة، أن أهل السنة يختلفون في الرأي والاجتهاد، لكنهم لا يتفرقون في القلوب بالبغضة والشحنة، بل هم إخوة، وإن اختلفوا في بعض المسائل والاجتهادات فإنهم لا يوجب هذا أن يتباغضوا وأن يتقاطعوا وأن يحتقر بعضهم بعضاً، كما هو شأن الجهال الذين إذا اختلفوا في مسألة تعادوا وتقاطعوا واحتقر بعضهم بعضاً وسب بعضهم بعضاً. مثلاً إذا اختلفوا في مسألة اليدين في الصلاة، بعضهم يرى أنها تقبض على الصدر، وبعضهم يرى أنها تقبض تحت السرة، بعضهم يرى أنها ترسل ولا تقبض. هذه آراء فقهية لأهل العلم، فلا يتعادون بموجب ذلك، لا يتعادون بموجب ذلك، وإن كان بعضهم يرى أنه أصوب أو أنه أسعد بالدليل، لكن لا يعادي أخاه ما دام الخلاف في مسائل فقهية، مسائل اجتهادية، وليس الاختلاف في العقيدة. العقيدة واحدة، وإنما اختلاف فقهي، هذا لا يوجب العداوة بين الإخوان ويوجب الحزازات، إنما هذا يكون عند الجهال. أما أهل العلم فهم إخوة وإن اختلفوا في بعض المسائل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية ولا يوجد ذلك بينهم عداوة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر، وجزاكم الله خيرا؟
هما شيء واحد، القضاء والقدر شيء واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء؟ وجزاكم الله خيرا. معناه أن الدعاء من القدر، إذا أراد الله لك الخير ألهمك الدعاء، فالدعاء من القدر لأن الأعمال كلها مقضية ومقدرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما معنى أن الأمر أنف؟ وجزاكم الله خيرا. يعني لم يسبق أنه مقدر، أنف يعني مستحدث ولم يسبق أنه مقدر، هذا قول القدرية، يقولون الأمر أنف، لم يسبق أن الله قدره وأن الله كتبه وأن الله أوجده، لا ما يؤمنون بهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي معنى المقادير التي تكتب في اللوح المحفوظ، فهل يتم كتابة كل شيء مثل الحركات والسكون وسقوط ورق الشجر وقطر الأمطار؟ وهل المقصود بالقدر كل فعل يقوم به العبد والكائنات؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير. هذا بلا شك أن كل ما يجري في هذا الكون من كبير أو صغير فإنه بقضاء الله وقدره، حتى سقوط الأوراق وموت الشجر وحياة الشجر والثمر وغير ذلك كله بقضاء الله وقدره، الحركات والسكون والمشي والجلوس والأكل والشرب كله مقدر. نعم. يتسع القضاء والقدر لكل ما يقع وما يحدث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القدرية كفار؟ القدرية إذا أنكروا أن الله علم الأشياء قبل خلقها يكونون كفار، أما إذا أقروا بالعلم وأنكروا الكتابة والتقدير فهؤلاء ضلال، يضللون ولا يكفرون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما صحة حديث خير الأسماء ما عبد وحمد؟ ليس حديثا هذا، هذا ليس حديث، هذا حديث عند العوام، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا هو الحديث، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك فرق بين الجن والشياطين أم أنهم خلق واحد؟ الشياطين من الجن، الشياطين مردة الجن، لأن الجن منهم مسلمون ومنهم كفار، منهم مردة، منهم عصاة، مثل بني آدم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لقد حدثت فجوة وفرقة بين بعض طلاب العلم بسبب تجريح البعض للدعاء والعلماء الموجودين، فهل من توجيه من فضيلتكم؟ وجزاكم الله خيرا. سمعتم الجواب، أنه لا تجوز العداوة بين المؤمنين عموما، فكيف بطلبة العلم؟ طلبة العلم أولى بالتآخي والمحبة فيما بينهم، لأنهم إخوة ومنهجهم واحد، فكيف يتعادون؟ إذا حدث اختلاف في مسألة ولها وجه من النظر فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، كما قال العلماء مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها ولا توجب العداوة، هذا من الجهل، حدوث العداوة بمثل هذه الأمور هذا من الجهل أو من الشيطان، فعلى الإخوان وعلى طلبة العلم أن يتركوا هذه العنجهية وهذا التعادي عند أمور اجتهادية وأمور فرعية وأمور تحتمل، يحتمل أن الصواب معك ويحتمل أن الصواب مع أخيك، فلا يكون بينكم جفوة أو يكون بينكم تقاطع في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وهو من أهل التوحيد، هل له خصائص خاصة في هذا اليوم؟ لا أعلم شيئا، لكن يوم الجمعة يوم عظيم، هو سيد الأيام،
ولكن الوفاة فيها أنا لا أعلم أن لها فضيلة على غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك أدلة مطلقة لهذا الكون قبل العرش والقلم، أم يقال العرش قبل القلم؟ هذه مسألة خلافية، الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي الأعلى الهمذاني إلى آخر ما قال ابن القيم. فاختلفوا هل القلم خلق أولا ثم خلق العرش، أو أن العرش خلق أولا. صحيح أن العرش خلق أول، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، دل على أن العرش قبل القلم. والمسألة أمرها سهل، يعني سواء قلنا القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم، المسألة أمرها سهل ومحتملة، وليس لنا مصلحة في أننا نقول هذا أو هذا، لكن من باب العلم فقط ومن باب البحث، وإلا ما يترتب على هذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الضوابط للإشهار بأهل البدع والتحذير منهم؟ نعم، أهل البدع اللي لهم نشاط ولهم دعوة يجب إشهارهم ويجب التحذير منهم، لئلا يغتر بهم الناس. نعم. لكن كما ذكرت لكم، بعض الناس يحكم بالبدعة وهو لا يدري، كل شيء عنده بدعة، كل الشيء الذي لا يعرفه ولا يعلمه يسميه بدعة، هذا ما يجوز. البدعة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه البدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هو الشاهد من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه أنهم بنوا له دكانا من طين وجزاكم الله خيرا؟ الشاهد من ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كسائر أصحابه لا يتميز عنهم، مع أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا أنه لا بأس أن يخص العالم بمجلس يتميز حتى يعرفه السائل والمتعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا كان الإيمان والكفر يكونان بالقول والعمل والاعتقاد، فهل يكفر من استهزأ بالله ورسوله ودينه بقلبه؟ ما لم يتلفظ، إذا ترك هذا خوفا من الله، وقع في نفسه شيء، تردد في شيء ولكنه لم يتلفظ، فإنه لا يؤاخذ، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الوسواس يحصل والشيطان حريص، ولكن الإنسان يملك لسانه ولا يتلفظ، ويستغفر الله ويزول عنه هذا بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث إلى قوله: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، هل معناه أن الذي لا ينكر المنكر ولو معصية ليس عنده إيمان البتة، أم ناقص الإيمان؟ ليس عنده إذا لم ينكر المنكر، إذا قال ما يخالف هذا لا بأس به، الزنا لا بأس به، السرقة لا بأس بها، ولا يرى أنه منكر، هذا كافر مكذب لله ولرسوله. فإذا استحل الحرام أو حرم الحلال وقال لا بأس، كله سوى، ولا ينكر هذا ولا ينكر الحرام، فإنه يكون كافر، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم. الذي يقر، الذي يقر الأشياء المحرمة ويراها مباحة ويراها لا بأس بها يكون كافرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من اعتاد الحلف بغير الله وهو لا يقصد الحلف، هل يدخل في الشرك الأصغر؟ وجزاكم الله خيرا. هذا من لغو اليمين، إذا جرى على لسانه ما صورته اليمين لكنه لم يقصده، هذا من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخلون العمل في الإيمان، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل، هؤلاء مرجئة الفقهاء، ومنهم الحنفية. نعم. أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا. طيب، السلام عليكم.